مشاهدينا الكرام مساء الخير، أهلا بكم إلى برنامج الجزائر اليوم. طبعا مواكبة للحدث ومواصلة لعملية رفع الحجر الصحي التدريجي والعودة للحياة الطبيعية شيئا فشيئا، تقرر ابتداء من الغد طبعا فتح الشواطئ ومرافق الاستجمام والتنزه أمام المواطنين فيما تبقى من موسم الاصطياف طبعا، ولكن وفق شروط وضوابط وقائية صارمة، خاصة منها احترام التباعد الجسدي وارتداء الكمامات خاصة في المرافق المغلقة. سنتحدث عن التحضيرات طبعا الميدانية لاستدراك موسم الاصطياف، ونتوقف عند آليات الرقابة ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بالمؤسسات الفندقية ومرافق الاستجمام وغيرها. طبعا كي نتحدث عن الموضوع يسعدني استقبال السيد الوردي عبيدي، وهو مدير السياحة والصناعات التقليدية بولاية بومرداس. أهلا بك سيدي. أهلا بكم، مشكورين على هذه الاستضافة. أهلا. قبل أن نبدأ الحديث عن تحضير للبروتوكول الخاص بالفنادق، مشاهدينا الكرام لدينا روبورتاج للزميلة نادية سلطاني تتابعه، ثم نعود لنفتح النقاش. الزبائن الوافدون إلى الفنادق والمركبات السياحية ملزمون باحترام التدابير الوقائية للحد من خطر انتقال الفيروس في جميع المرافق. مؤسسات وهياكل فندقية تحرص على تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بوزارة السياحة، كالكشف عن درجة حرارة الزبون وتعقيم الأمتعة. نحميو اولا المستخدمين للفندق، كل العمال والعاملات، ونحميو كذلك كل الزوار اللي جونا، كل الزبائن اللي جونا، سواء للغرف ولا في المطاعم. جميع المعقبات موجوده، كل العمال يحملوا الكمامات، كان فيه طقم خاص يتبع كل هذه العمليه على مستوى الفندق، في المطاعم، في المطبخ، في الاستقبال، في سمو. عملنا لا ديستانسياسيون، لو ماركاج او سول. التدابير الاحترازية تشمل جميع الأماكن التي يتواجد فيها الزبائن بكثرة، لا سيما الغرف والمطاعم. احنا عندنا داخل فنادق تاعنا درنا خدينا الترتيبات اللازمة في تباعد الطاولات، وخلينا بعد تاع 2 متر بين كل طاولة داخل فضاءات الإطعام، ووفرنا بكميات وسائل التعقيم واللي نستعملوها كل ساعة على حسب البروتوكول اللي نص عليه وزارة السياحة. وحتى العمال تاع الفنادق تاعنا راهم يسهروا على تطبيق كافة الشروط اللي راهي متوفرة داخل البروتوكول الصحي، وهذا لسلامة الجميع. تعايش القطاع السياحي مع كوفيد 19 مرهون بمدى تطبيق البروتوكول الصحي بصرامة من طرف الجميع من أجل موسم صيفي محمي من كورونا. نعم مشاهدينا الكرام، إذا نجاح الموسم الصيفي مرهون بمدى احترام بروتوكول الصحي الخاص بالمرافق، مرافق الاستجمام والمؤسسات الفندقية وأيضا مختلف الشواطئ. طبعا كما أسلفت معنا السيد الوردي عبيدي، وهو مدير السياحة والصناعات التقليدية بولاية بومرداس. طبعا السؤال المبدئي، أين وصلت التحضيرات وأيضا خاصة الميدانية منها لاستقبال هذا العدد الكبير من المصطافين غدا استاذ سيد عبيدي؟ شكرا. اذا اقول ان موسم الاصطياف يعتبر حدثا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا هام مهم جدا، نظرا لما يكتسيه لهذه الاعتبارات يكتسي من اهميه، فكل سنه يتم التكفل به والاعتناء به بشكل خاص، على اعتبار انه يمثل تقريبا ربع الفتره الزمنيه من السنه. لكن الجديد لهذه السنه هو مع يعني تاخر الموسم بسبب الازمه الصحيه. الازمه الصحيه التي يعني اثرت تاثيرا كبيرا على كل القطاعات، سيما قطاع السياحه الذي عانى من هذه الجائحه، والتي نسال الله سبحانه وتعالى ان يرفعها عنا. لكن وموازاه مع ذلك، فقد يعني تم يعني تحذير ما تبقى من هذا الموسم على المستوى المحلي، اقول على مستوى ولايه بومرداس، تم توفير كل الشروط الماديه سيما النظافه والامن،
العملية الأولى أو النظرة الأولى هو أنه على اعتبار أنه الفتح هو تدريجي، فإن الشواطئ المسموح للسباحة تم تقليص عددها إلى 22 شاطئا من بين 47 شاطئا مسموح للسباحة خلال السنوات الماضية. ما هي النقاط التي أخذتموها بعين الاعتبار بالنسبة فتح شواطئ على حساب شواطئ أخرى؟ أولا الشواطئ التي يمكن التحكم فيها من ناحية المداخل، من ناحية يعني الناحية الأمنية، من حيث وجود يعني مرافق السيارات إلى غير. إذن هذا الجانب. الجانب الثاني هو انه مصالح الامن يمكنها يعني الاشتغال بصوره جيده، يعني التحكم في هذه العمليه. وجود 22 من بين 47 هو في حد ذاته تقليص من اجل كما قلت اجل التحكم من اجل التحكم في هذه العمليه. موسم الصيف كما سبق، وانه كما وليت بومرداس بدينا تحضيرات يعني قبل هذا التاريخ. تم تخصيص مبالغ مالية لكل البلديات الساحلية من أجل وضع تحت تصرف المصطفين شواطئ نظيفة وآمنة. العملية تقريبا تم الانتهاء منها، جميع العمليات المسجلة تم الانتهاء منها، وهذه الشواطئ التي يعني سوف تفتح إن شاء الله يوم الغد هي شواطئ يعني في أحسن الظروف من أجل استقبال المصطفين. وسجل فقط وأنه خلال السنوات الماضية ولاية بومرداس تستقطب أعداد هائلة من المصطفين، يقارب يعني وصلنا حتى 15 مليون مصطف، رقم هام وهام جدا، يعني كل سنة يدفعنا إلى أن يعني نقوم أن يعني نحضر جيدا لهذا الموسم، وذلك من خلال تضافر كل جهود المشاركين من مديريات معنية، خاصة بعض المديريات التقنية التي تتوفر على وسائل مادية وبشرية من أجل يعني التكفل بهذه المساحات التي تعتبر مساحات كبيرة وكبيرة جدا. ونحن يعني والعملية يعني متواصلة إن شاء الله لتسيير ما تبقى من هذا الموسم. يعني لا يكفي التحضير، ولكن هناك تحضير وهناك متابعة، والمتابعة تكون بنفس النفس وبنفس الطريقة إن شاء الله. تحدثت قبل قليل وقلت أن هناك فتح تدريجي لشواطئ، هناك مجموعة من الشواطئ على حساب شواطئ أخرى، لكن بالنسبة للمؤسسات الفندقية هل كل الفنادق الموجودة مثلا على مستوى ولاية بومرداس تكون مفتوحة مباشرة، أم هناك ربما مجموعة من المرافق التي يمكن التركيز عليها فقط؟ لا، في الحقيقة هو يعني حتى في المنع الأولي يعني الفنادق لم تكن معنية بالغلق، لكن هناك بعض يعني تطبيق بعض البروتوكولات. إذن بالنسبة لولاية بومرداس تقريبا الشواطئ أو الهياكل المتواجدة أو المتخمة للشواطئ يعني اللي تكون بقرب الشواطئ كلها شوف إن شاء الله تكون مفتوحة لاستقبال ابتداء من تاريخ الغد إن شاء الله لاستقبال المستفيد يعني الزوار للولاية. طيب، نتحدث الآن عن البروتوكول الصحي. قبل قليل تحدثت الزميلة في روبورتاج عن البروتوكول الصحي في المؤسسات الفندقية في الفنادق وكيف يتم اعتمادها. طيب بالنسبة للبروتوكول الصحي الخاص بالشواطئ، هو يعني الشاطئ فضاء يعني مفتوح، وكان التركيز بدرجة يعني التركيز على البروتوكول أولا جاء تدريجيا وجاء بدرجة أولى للمؤسسة الفندقية على اعتبار أنه مكان متحكم فيه كما تم يعني وكما ذكر يعني في التقرير، وأنه جميع الإمكانيات متوفرة وجميع التعليمات تم إصداؤها إلى المؤسسات الفندقية من أجل يعني تطبيقها. أنا أقول أبتدئ بالمؤسسات الفندقية ثم أتي إلى الشواطئ. بالنسبة للمؤسسات الفندقية، أول ما يمكن القول هو إنشاء خلية يقظة. خلية يقظة تتكون من مدير المؤسسة، طبيب ومساعد. هذه الخلية يعني إلزامية من أجل الحرص واليقظة على سلامة وصحة الزائرين. ثم يأتي البروتوكول في شقه الصحي، قضية الرقابة الأولية في المدخل، يعني قياس حرارة الزائر، التعقيم، ثم تسيير المساحات المشتركة ليزيسباس كومان بما في ذلك يعني الاستقبال، الغرف، كل يعني الأماكن والتي يعني هي في محل أو مكان للزائر تم التكفل بها في هذا
الإطار. يعني كل الفنادق بولاية بومرداس جاهزة لاستقبال المصطافين والزائرين والسياح وغيرها. بطبيعة الحال احنا يعني العمل هذا كان عنده ايام ملي اصدر البروتوكول من وزارة السياحة، وين تم تبليغه لجلسة عقد جلسات مع المعنيين وتبليغهم بهذا البروتوكول. وهناك عملية تفتيش بطبيعة الحال، لانه حتى في البروتوكول في حد ذاته ينص على انه هناك عملية تفتيش تقوم بها مصالحنا من خلال مفتشي السياحة اللي هما مؤهلين يعني قانونا لهذا في هذا الإطار ولهذا الشأن، من أجل يعني متابعة هذه العملية ومدى تنفيذ البروتوكولات المنصوص عليها فيما جاء في الوقت. يبقى يعني أكمل ما تبقى من البروتوكول الخاص بالشواطئ. بالنسبة للشواطئ، أولا أنه وجود متصرف إداري بكل شاطئ مسموح للسباحة على مستوى ولاية بومرداس، هذا طبعا تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية التي جاءت في هذا الإطار. هذا المتصرف هو الوسيط بين الإدارة والمواطن والمصطف، من أجل يعني هذا فيما سبق. أما دوره يعني خلال هذا الموسم هو دور استثنائي في قضية التوعية، في قضية المراقبة، في قضية الإعلان عن بعض التجاوزات بالنسبة لمصالح الأمن، من أجل يعني تمكين يعني المصطف يعني ولا من أجل يعني سيرورة هذا الحدث في أحسن ظروف. أقول بالنسبة للإجراءات التي جاء بها البروتوكول بالنسبة للشاطئ، هو التباعد يعني 3 أمتار من شمسية إلى شمسية. أحيانا أن الشواطئ خاصة المعروفة منها معروفة بالاكتظاظ. بطبيعة الحال نقول بأنه ما جاء في البروتوكول هو لابد من يعني من تباعد 3 أمتار بين شمسية أخرى، على أن لا يتعدى التجمع 10 أشخاص. يبقى أعلم أن كله يعلم أنه هذه المساحات هي مساحات معروفة بالاكتظاظ والفترة قصيرة، والكل يعني كما نعلم يعني يرغب في التوجه للشاطئ. لكن من هذا الباب يأتي الشق التوعوي والشق يعني دور المواطن في مدى تطبيق هذه البروتوكول واحترام هذه الإجراءات التي هي من شأن هي في نهايتها يعني جاءت من أجل الحفاظ على صحته وعلى سلامته. بالنسبة للقائمين على الشواطئ مثلا ولا المؤسسات الفندقية، هل هناك مكونين خاصين تلقوا تكوين خاص مثلا في هذا المجال، خاصة أن هناك بروتوكول ولديه مجموعة من نقاط يجب أن تطبق بحذافيرها في هذه المؤسسات ومرافق الاستجمام؟ الحقيقة يعني ليس بهذا الشكل، لكن لأنه البروتوكول لم يكن له يعني وقت يعني جنى في وقت جفيف. لما كنا ننتظر في هل سيكون هناك فتح أو غير فتح أو ما يكونش، لكن نحن خاطبنا وأعطينا تعليمات للمدراء المؤسسات الفندقية والذين بدورهم سوف يعني بلغوا يعني الموظفين تاعهم من أجل القيام يعني وتطبيق هذا البروتوكول حرفيا. أقول أنه البروتوكول يعني فيما هو بالنسبة للمؤسسات الفندقية ما يطرحناش إشكال. علاش ما يطرحناش إشكال؟ هناك يعني حياتهم في الفندق وهناك جزء آخر في الشاطئ، جزء الشاطئ شاطئ معلق. شاطئ مفتوح. لا بالنسبة للمؤسسة الفندقية لا، هناك اتفاقية. نتحدث عن الشواطئ لأنه يمكن التحكم في المؤسسات الفندقية باعتبارها أماكن لديها بروتوكول خاص وغيرها، لكن لما نتحدث عن الشواطئ هل لديكم يعني بشريا هل أنتم جاهزون لمراقبة هذه الشواطئ المفتوحة في ولاية بومرداس لمنع مثلا الاكتظاظ والسهر على تطبيق هذا البروتوكول الصحي؟ أقول أن أولا أنه بالنسبة للمؤسسات الفندقية هناك اتفاقية مبرمة بين وزارة السياحة ووزارة الداخلية لاستغلال هذه المؤسسات للفضاءات المتخمة الموجودة أمامها. إذن هنا في هذا الباب الموضوع يعني لا يوجد هناك إشكال، على اعتبار أن المؤسسة الفندقية المكان محدد ومعلم والأماكن يعني مضبوطة مسبقا، يعني وجود مخطط للطاولات للشمسيات للأماكن وين استجمام للأشخاص. يبقى الشق الثاني وهو الفضاء المتبقي. بطبيعة الحال قلت سلفت ذكر أنه وجود المتصرف الإداري مع أعوان الأمن والحماية المدنية هناك عمل يقوم به، عمل أولا تحسيسي
في كعمل أولي، ثم إذا كانت هناك فيه بعض الإجراءات رجال الأمن موجودين في المكان سوف تتخذ الإجراءات اللازمة في ذلك. بالنسبة للحملات التحسيسية قبل قليل قلت أن هناك عمل تحسيسي، الحملات التحسيسية هل حضرتم مثلا حملات على مستوى شبكة التواصل الاجتماعي، وإحنا نعرف أيضا مدى تأثيرها على الشباب أيضا والمقبلين على 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 هذه الشواطئ ولا حتى المؤسسات الفندقية، هل حضرتم مثلا حملات تحسيسية خاصة بالمناسبة؟ من هذا المنبر أقول أن على مستوى ولاية بومرداس هناك موقع يعني خاص بموسم الاستياف، وهو تنشر فيه كل يعني التعليمات والتوصيات وكل التوجيهات وكل الأنشطة التي تقوم بها المديرية ولا الوزارة على المستوى المحلي. بطبيعة الحال هذا العمل تم التكفل به من طرف خلية أنشئت لهذا الغرض على مستوى المديرية بمشاركة كذلك المتعاملين على 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 في القطاع، وكذا الجمعيات، هناك جمعيات نشطة. من هذا المنبر أشكرهم كل جزيل الشكر على المجهودات اللي يقوموا بها، ناهيك عن 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 بعض المؤسسات اللي هي مؤسسات عمومية كمؤسسة الردم التقني اللي هي تقوم بعمل جبار وجبار جدا، مؤسسة التطهير كذلك. إذا هناك عمل الإذاعة، هناك عدة حصص اللي شاركنا فيها من أجل إعطاء التوجيهات والتعليمات للمواطنين ومحاولة يعني نشر الوعي للمصطف، ولأنه الظرف ظرف استثنائي بسرعة يعني بسرعة يعني يستحق منا يعني اليقظة والحذر من أجل أن نمر أن يعني أن نقضي هذه الأيام في 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 ظروف إن شاء الله صحية، وأن لا نشجع انتشار هذا هذا هذا, هذا الفيروس. طيب سيد عبيدي باعتبارك أيضا مدير الصناعات التقليدية أيضا، والصناعات التقليدية عادة ما تنشط في هذه المواسم خاصة في سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، وككل القطاعات تأثرت بوباء كورونا، إلى أي مدى سيمكن أن نستدرك بالنسبة للعاملين في هذا القطاع مثلا الحرفيين وغيرها، هل يمكن أن نجد لهم فضاء في موسم الاصطياف هذه المرة؟ بطبيعة الحال أذكر فقط وأنه خلال فترة الحجر الصحي وخلال الفترة التي مرت بها البلاد، أنه هذه الفئة نالت نصيبها من في إطار الإعانة التي تم منحها من طرف رئيس الجمهورية، وتكملة لذلك ويعني تزامنا مع هذه فترة الموسم الاصطياف، فإن ولاية بومرداس على اعتبار وجود وجهة البحر وهي مقصد بامتياز يعني يتوافد إليه الكثير من الزوار، تم تخصيص مكان لعرض، وهو مكان مخصص كل سنة لهذه الفئة من أجل عرض منتجاتها ومحاولة يعني محاولة أنهم يحاولوا باش يستدركوا ما يعني بعض يعني يعودوا نشاطهم إن شاء الله خلال الفترة، وهو المكان يعني تم تخصيصه من طرف السلطات المحلية على مستوى الولاية. الوردي عبيدي أيضا معروفة ولاية بومرداس هي ولاية سياحية، وأيضا كان سبق أن أعلنتم عن مجموعة من المشاريع السياحية الخاصة بالولاية، إلى أي مدى وصلت هذه المشاريع؟ هل هي جاهزة مثلا يمكن أن تستلم الآن في خلال هذا موسم الاصطياف؟ شكرا. ولاية بومرداس هي في الحقيقة تعتبر نوعا ما عذراء من ناحية المشاريع، ما زالت هناك يعني هي لها مستقبل وأفق وعيد لوجود 11 منطقة توسع سياحي، يعني تبدا من بلديه بودو البحري حتى الدلس، يعني تغطي كامل الشريط الساحلي. هذه المناطق التي يعني تم التكفل بها من حيث الدراسات والتجهيزه، وهي يعني راح تكون ان شاء الله تكون انطلاقه من اجل مشاريع واعده، لكن هناك مشاريع ثانيه راهم في طور الانجاز، منهم ما تم انجازه ودخلوا يعني هناك مشاريع دخلت في حيز الاستغلال، منها ثلاث مشاريع نهايه 2019 وبدايه 2020، ثلاث مشاريع ذات اهميه لا باس بها، وان شاء الله خلال يعني السنوات يعني في المدى القصير والمدى المتوسط ولاية بومرداس سوف تعرف يعني انطلاقه مشاريع هامه وهامه جدا في هذا الفئه الباب. طيب كسؤال اخير، الرساله التي تود ان تقدمها للمواطنين لضمان موسم اصطياف واستجمام بدون عدوى؟ الحقيقه في من خلال الكلام تكلمنا انه على غرار ما تم يعني الجانب الإداري والجانب يعني
الردعي إلى غير ذلك، لكننا نقول بأن هذه العملية أو هذه الفترة فترة موسم الاصطياف الفترة الخاصة والخاصة جدا تبقى يبقى نجاحها والتحكم فيها مرهون بمدى وعي المواطن. ومن خلال هذه الفرصة أقول للجميع من الجميل أن نرفع عن أنفسنا، لكن الأجمل أن نحافظ على صحتها ونحافظ على أنفسنا. نتمنى ذلك السيد الوردي عبيدي مدير سياحة والصناعة التقليدية بولاية بومرداس، شكرا لك على كل هذه التوضيحات التي تقدمت بها في الجزائر اليوم. شكرا. مشاهدينا الكرام، الجزائر اليوم متواصلة إلى الموضوع الثاني لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا. إذن موازاة مع فتح أماكن الاستجمام، تقرر بعد طول انتظار فتح المساجد لصلوات الجماعة. سنتحدث عن مدى جاهزية بيوت الرحمن لاستقبال المصلين وكيف يمكن للقائمين على المساجد أن يحرصوا على تطبيق البروتوكول الصحي. وكي نتحدث عن الموضوع بإسهاب، يشرفني حضور الأستاذ والإمام أستاذ رئيس كمال تواتي. أهلا بك سيدي. وشرف لنا أيضا. السلام عليكم. إذن في النهاية تقرر فتح بيوت الرحمن، سؤال، هل هي الآن جاهزة لاستقبال المصلي؟ بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة مباركة لهذه القلوب التي اشتاقت إلى هذه المواطن أو المواضع أو أحب البقاع إلى الله عز وجل وهي المساجد. تحيات وفاء وإخلاص، تحية أمل مشرق بغد جميل إن شاء الله، بشرط أن نلتزم بتعاليم ديننا وبإخلاق إسلامنا بتوصيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القلوب التي طالما انتظرت فتح المساجد ها هي بإذن الله سبحانه وتعالى برعايته وبفضل الجهود التي بذلت من أجل فتحها تدريجيا، وهذا هو الشيء المنطقي وهذا هو المعقول. كما تحدثتم قبل قليل حول السياحة وهو ترويح النفسي، قد أتى به الدين وأن يعني وسنة النبوية قد تحدثت عن ذلك كثيرا. فللجانب النفسي يعني مجال، وللجانب الروحي أيضا مجال، وكلهما يقوي بعضه بعضا، خاصة إذا أضفنا إليه الجانب البدني الطبي الصحي، وكلهما يلتقون داخل مسجد واحد. المساجد الآن على حسب تتبعي الشخصي لكثير من صفحات إخواننا وأصدقائنا من الأئمة، خاصة الصفحات التي فتحت باسم المساجد، توجدها كلها نشوف يعني ما شاء الله شباب متلاقيين كامل في مكان واحد بالكمامات، هذا يسيق، هذا ينظف، هذا يمسح الزجاج، هذا ينحي المصاحف وأحجار التيمم، حملات وحد المحبة وحد الشوق من مختلف الأعمار، وخاصة شبابنا الله يبارك. نشوف بأن شوفي الشوق وحده يحرك الإنسان ويدفعه إلى الأمام من أجل فتح هذه المساجد في أقرب وقت، ولما لا بعد هذه المرحلة التدريجية يكون فتح مطلق على جميع المصليات الأخرى. تذكرين أختي الكريمة في الحصة الماضية كنا قد تحدثنا وقلت لك يعني بإذن الله هناك أمور ستكون معطيات جديدة، يكون فيه لقاءات ورح يكون فيه بشريات طيبة. ها هي قد أتت البشريات بعدما كان كل الناس ينتظروا في صلاة الظهر وعصر، ها هي المغرب والعشاء، وهذا هو احنا نقول يا جماعة، نقول الحمد لله سندخل إلى بيوت الله نحمد الله ونشكره. هذا هو تدريجي في انتظار صلاة الفجر أيضا. لا سأعود إليك الجمعة. نعم أستاذ كمال، لدينا ربورتاج لزميل أمين أشقق حول التحضير لفتح المساجد، نتابعه ثم نعود لمواصلة النقاش إن شاء الله. التحضيرات مستمرة لفتح المساجد واستقبال المصلين، ودعوات ملحة لاحترام ضيوف الرحمن لمختلف التدابير الوقائية. طبقنا جميع الإجراءات التي اتخذتها مديرية شؤون دينية، وحنقولوا باش يكون مسجدنا نموذج من هذا النماذج بحول الله. كذلك أريد أن أقدم نصيحة إلى الإخوة والمصلين، أنا أطلب منهم الله يفتح عليهم، من جميع إنسان عنده مرض مزمن يحاول أنه ما يجيش، أنه يصلي في بيته. كذلك على المصلين احترام المسافة
تباعد اجتماعي، دخول منتظم. احنا باذن الله نديروا جميع التسهيلات باش يكونوا المصلين يدخلوا في ظروف حسنه. فترة غلق المساجد كانت فرصة لصيانتها وترميمها لتفتتح من جديد في أبهى حلة. الحمد لله عز وجل أن اغتنمنا الفرصة هذه تاع 5 شهور من غلق المساجد، عودنا نظفنا المسجد، عودنا كل صيانة، يعني تنظيف وتنظيم وتعقيم. الحمد لله سما والمسجد راه نموذج. هذا المسجد تبقى حاجة واحدة على المصلي أو المواطن أنه يكون ماتل. الشوق للعودة إلى بيوت الله وجب أن يصاحبه التزام بالإجراءات المتخذة لكي لا تنقلب الأفراح إلى أحزان. إذن كان هذا التقرير للزميل أو روبورتاج للزميل أمين شقبقب حول التحضيرات لفتح بيوت الله. طبعا أعود إليك أستاذ، قبل قليل كنا تحدثنا التحضيرات جارية، هل يمكن أن تعدد لنا الإجراءات التي يجب أن نلتزم بها حرفيا حتى لا تتحول بيوت الرحمن إلى بؤر للوباء؟ ونعوذ بالله من ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. طبعا في البداية أقول يعني حفظ النفس واجب، احترام النفس البشرية ربي قال ولقد كرمنا بني آدم. فأخي الكريم نقول لك حذاري حينما تخرج من البيت من الفرحة تروح تدي الأطفال تحت 15 سنة ما كانش. رقم 2، عندك باباك عمك جدك واحد من الأقربين عنده مرض مزمن، عنده الضغط، عنده يعني سكري، بوسوه في الدار سلموا عليه. يا بابا العزيز نخاف عليك، أنا عارف بلي راح يقول لك لا ما تخافوش عليا وانا توحشت بيت ربي وكيفاش وانا بلاصتي يدوها لي وانا لازم نريح فيها. فأخي الكريم فهموا بأنه من الحفاظ على كل مقومات الدين الإسلامي أن نحافظ على هذه النفس البشرية. إذا رحنا العزيز علينا والبركة نتاع الدار ماذا سنفعل بعد ذلك؟ فنحاول ننصح الكبار ما يروحوش، لأنه صراحة قد ما ينظموا أنفسهم الأئمة والقائمين على المساجد رح يلقوا صنف من الناس كما نعرفهم في أي مكان، في الشواطئ، في الفنادق، برا، في أي مكان تلقى صنف عنده قابلية الالتزام بكل قانون منطقي وفي صلاحه يتقبلها ويوجد روحه من البيت. كاين صنف ثاني لازم دائما توصي وتعاود وتعاود له باش يتبع المجموعه. كاين صنف ثالث اللي هو دائما يكون يحب يخرج خرجات. احنا مستعدين لكل هذه المراحل الثلاث او الاصناف الثلاث، كيف نتعامل معها؟ اولا عند مدخل المسجد كما شفنا في التقرير ما شاء الله عند بوابه المسجد كاين وثائق رهيجات كل المساجد من طرف الولات الجمهوريه وطبعا عبر الدوائر والبلديات، وكان فيه لقاءات حتى مع البلديات كما احنا كان عندنا لقاء مع البلديات وتحدثنا وربي يجازيهم من بين الوسائل اللي عطاوها لنا يعني هذا الجهاز قياس الحراره وايضا يعني الكمامات، مجموعه من الكمامات المعقمات في كل مسجد عند مدخل كل مسجد. نعم وتعاونوا بارك الله فيكم يعني القائمين على المساجد، الا نقصتكم اي حاجه انا ما نظنش جماعات المحليه راح ترك شيء كما هذا، راح تعاونكم وتوقف معكم كما وقفت معنا بلديه المدنيه. امر الثاني عند المدخل لازم يكون فيه تنظيم. احنا علاش قلنا 10 دقائق؟ الان راهي ربع ساعه قبل الاذان، ربع ساعه 10 دقائق بعد الصلاه. جيد، هي قسمه الانسان يكون كمل الصلاه، هذا واحد يكون ثقيل، ربما واحد يمشي بالعقل، ربما يخرجوا بالصف بعد صف على حسب يعني التنظيم الداخلي تاع المسجد، على حسب ساعات المسجد شحال فيه من مصلي الى غير ذلك. ربع ساعه راهي كافيه الله يفتح عليكم، ان خاصه الناس اللي احنا كامل مشتاقين، لكن كاين الناس اللي يحب يريح تما ربما من 11 وهو قاعد قدام الباب ولا 12 ولا يستنى حتى الاذان وربما يديروا تجمعات امام المسجد. انا نقول لكم حرام عليكم، انا نقولها لكم من الان، هذا ما هو اشتياق، ما راهو محبه الله، هذا قد ما كل دقيقه تريح فيها راهو عندك اثم، ديرها في بالك. قول انا كيما رمضان، كيما في رمضان المفروض استاذ هناك بروتوكول خاص ليوم الافتتاح، يعني يوم الافتتاح المفروض تكون في حاشيه لانه سيكون هناك اكتظاظ يعني، وهناك العمل متروك ايضا للقائمين على المساجد. نعم صحيح. بالنسبه لعمل القائمين على المساجد ما هو جميل. دورهم ربما جميل. ليس فقط عمل ميداني لكن هناك حمله تحسيسيه لاقناع الناس وايضا جميل. لتحاشي هذا الاكتظاظ. بارك الله فيك. اول حاجه الكمامه ممنوع كما جاء في النصوص وحتى هذه من جانب الديني، ممنوع يدخل الانسان بدون كمامه. ما عندكش في النهار الاول كنت تمشي في طريق ان شاء الله يكون كاين يعني مجموعه خاصه للناس اللي ربما نساو لا اعطي له كمامه، لكن لازم دائما ما تنساهاش، دائما تكون معك، واصلا راك كنت تمشي بها برا، انا ما نظنش واحد جاي يمشي بها بدون كمامه، لان من القانون انا نمشي بالكمامات. عندك المعقم، عندك راه في السياره ولا في الجيب تاعك ولا كذا، اذا ما كانش كاين على مستوى المساجد خاصه في البدايه يفترض انهم كلهم عندهم المعقمات اليدويه.
أرجوك الله يفتح عليك، لما توقف أمام حارس المسجد ولا أي إنسان يعمل في المسجد لما يوضحها لك تقول ما كان له ديرها لي وأنا علاش تحطها لي، يعني كاين ناس اللي عنده ربما أنا فأنه أرجوك يعني سلم نفسك سلم نفسك بطيبة قلب. هذا الجهاز هو جهاز فقط من أجل ماشي باش يقول لك عندك كورونا، هذا باش الإطمئنان على أساس درجة الحرارة. وأنا أنصح مليح يكون في المساجد حتى بغير وباء، في أي حالة من الحالات ربما توقع الإنسان، وقعنا حطنا في 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 يوم من الأيام في خطبة الجمعة سقط واحد وناس خافت تتكلم وكنا تحدثنا عليها عدة مرات، فيعني مليح يكون هذا الجهاز الحرارة. أمر ثاني أرجوكم تعاملوا بلين مع المنظمين، راهم ساكن هذوك فرشوا سيقوا داروا المعقمات وتعبوا نحو المصاحف نحو السبحات نحو الحجر تاع التيمم، مسحوا كلش غلقوا بيوت الوضوء، راهم ينظموا مساكن يدير، يعني هادو يستاهلوا كي ندخلوا نقول لهم بارك الله فيكم يا شبابنا، بارك الله فيكم يا خوتنا، الله يفتح عليكم، ندعو لهم بالبركة وما نتقلقوش. أيضا تباعد، ماشي نكونوا لاصقين في بعضنا على أساس أننا رانا أمام حجر الأسود كما راهم يديروا، مع أن الحجر الأسود آثم من يدفع أخاه من أجله، فكيف ببيوت لها الآن في حالة كورونا؟ نديروا التباعد، يدخل واحد بعد واحد، الحمد لله ربع ساعة كافية. إذا كان مسجد مثلا فيه 1000 راح يرفد حوالي 300 وشي، ربما 300 وأقل على حسب العرض تاع المساجد، كاين اللي عندهم سدة الفوقانية إلى غير ذلك. أنا يفترض في ربع ساعة هذه ما شاء الله يدخل واحد بعد واحد، ربع ساعة كافية لدخولهم كلهم. وإذا اكتمل النصاب كيف يمكن أن يمكن بارك أن الله فيك، جميل أن جدا أن نعيد مثلا المصلي من باب جميل. المسجد هنا أنا ربما قد أجتهد بشخصي، نفضل لصاحب المحراب أنه يصلي قدام المسجد، قدام الباب تاع المسجد، ونفتحوا باب واحدة كيعودوا خارجين نكثروا المداخل، لأن يعني الباب وحده يكفي لأنهم يكونوا واحد خلف واحد ما راحش يدخلوا كامل جماعات، لأن الخروج هو اللي فيه مشكل. يعني يصلي هو اللي أمام الباب طبعا ويديروا إشارة، المسجد ممتلئ عادي، حاشية ديرها أمام باب يجي يدخل يشوفها ممتلئ خلاص يفترض هي باينة. كيما يديروا مثلا المحل مغلق من اجل الصلاه، كيما تروح مركز بيت يقول لك يعني الباب هي مغلقه بقاو اللي لداخل راهم خارجين الان، فارجوكم الله يفتح لك. هي مساله انت راه شوف راه اللي في قلبك راك ناوي تحضر الجماعه، تكتب لك جماعه ولو لم تصليها. لماذا؟ لان شوقك والنيه المرء ابلغ من عمله كما يقول فقهاؤنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. بعد ذلك لما ندخلوا ما تخيرش المكان اللي تحب انت، خلي المنظمين هما اللي يعرفوا. رحت تجاهل هذاك المكان، مكان ثاني حتى يمتلئ الصف الاول، ثم مش ما يكونش فيه تداخل بين الصفوف. بعد ذلك المعقم اشار اليها عن طريق يعني هناك اماكن خاصه للصلاه. يعني جميل، ما كانش مسجد ما راهوش داير علامه، لا اتصور ان مسجد ماهوش داير علامات خاصه في ظل الظروف هذه تاع كورونا، وكل مسجد واش راهو داير. وارجوكم ما تقارنوش بالمسجد، هذاك المسجد خير فرشوه بالطريقه الفلانيه احنا ما داروناش كذا، المهم انت تعرف مكانك هذا هو دار لك علامه امام السجود ولا وين توقف، المهم انني انا بعيد عن الاخر وأنا أصلي لله. أرجوكم نريد أن يكون ذلك اليوم يوم بكاء وفرح، يوم توجه إلى الله، يوم تقول يا رب لم تمنعنا من بيتك، يا رب أبقيتنا على قيد الحياة، يا رب أعطيتنا فرصة أخرى لكي نصلي لك، يا رب ها نحن نبكي ونسجد بين يديك الآن وندعوك. يفترض هذه الأشواق الإيمانية تخلي الإنسان ما يخمم في حتى حاجة دنيوية أخرى، يعني يفترض أنه يعيش روحانيات عظيمة جدا، فيحمد الله ويشتاق إليه ويتفكر الناس اللي فقدهم في العائلة تاعو، جيرانه، الناس اللي يشوفهم عن طريق التلفزيون، الناس اللي باتوا عبر العالم، هؤلاء هم الآن راهم انقطع عملهم وهم في الدار الآخرة. تحمد الله أنه أعطاك فرصة ثانية أنك مع الله عز وجل، تحمد الله أنك صحيح حتى وعندك أمراض أخرى ولا تعبان ولا عندك بعض الأمراض، تقول الحمد لله. هل الأفضل أنني أبقى في هذا الحال وأتحسن شيئا فشيئا وربي يجيب شفاء لمرضانا، أم أنني كنت في عداد من انتقلوا إلى الدار الآخرة ولم يكن لي زاد من العمل الطيب. بعد ذلك لما ندخلوا على بركة الله طبعا يلتزم كل واحد بالمكان تاعو، لازم نكونوا عارفين، يقول لا إله إلا الله، ما راحش يقول صلاته في بيوتكم لأنهم خلاص الآن راهو مفتوح. لما نسمعوا لا إله لازم كل واحد يوجد روحه بينا، الأذان يساوي كي تسمع لا إله راح تقام صلاة، فيش انتظار علاه، ما كاش الناس لم يتوضا، ما كاش واحد راك تنتظر فيه باش يجي، فارجوكم وجدوا رواحكم من قبل. الاشاره فقط انه دورات المياه ايضا تكون مغلقة في المساجد بسبب هذه الازمه الصحيه. نعم، ولظروف كثيره، لاسباب كثيره يعني تستدعي غلقها، وقلنا ما كاش احجار تتيم ومنتقد للوضوء ولا الحق المسجد ما قدرش يتيم، يعني يخرج خارجا يتيم باي حاجه عنده ويتوكل على الله عز وجل، مع انه بوجود الطهور يروح للدار يتوضا.
أقول علماء المالكية قالوا إذا كان قطع مسافة، قطع مسافة باش يحوس على الماء، يروح يحوس على هذاك الماء. الآن أي حانة تدخل ليه يلقى الماء، صح ولا لا؟ نفترض ما عندوش حتى الماء في البيت مثلا، فيعني فهذه المسألة محسومة، يدخل الإنسان ويصلي على بركة الله مع بقية المصلين. الآن لما نصلوا أرجوكم يكون فيه نظام، نظام قبل الدخول وبعد الانتهاء من الصلاة. قبل الدخول كاين الناس اللي يجوا بعد لا إله إلا الله، ورانا ولفنا أنا كثير من الناس ربما يجيب حصيرة على كتفه ولا يجي من البعيد يقول لك أذنا يمشي نروح نصلوا، فيوقع فيه إشكال كبير عند الأذان، راح تقام صلاة ويبقى الإمام واقف يقول لهم خلاص كملتوا مدخلوا قاع ما دخلوش. فأرجوكم بكروا شوية بحوالي ربع ساعة كما كنا نتكلموا ودخلوا، أما الصفوف باش كي يخلص الأذان كامل راهم قاعدين وتقام صلاة ما شاء الله. عند الخروج من الصلاة ما كانش نافلة جماعة، روح نفل في دارك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وصلي في البيت تاعك مباشرة لما تنتهي الصلاة. وندعي ربي وفرحانين ونحمد الله عز وجل أن ربي أنعم علينا بهذا الفتح التدريجي، وما زال خير كبير، وتولي الجمعات ويولوا الأعراس وتولي الخطوبات ويولي الناس مرتاحين، اللي راهو في سياحة في سياحة، اللي راهو في أماكن العمل أماكن العمل، ودائما نبعث روح الأمل. نعم. ابتسموا بارك الله فيكم ولا تتشائموا في الخير القادم. أستاذ بالنسبة لرسالتك لهؤلاء الذين مثلا لديهم معكة صحية يتفادون ربما الرسالة التي تقدمها لهم يتفادون الذهاب إلى المساجد، يعني والله يعني هذه نعطيك نكتة عليها الأمراض المزمنة بالنسبة للوعكات الصحية جميل. أيضا ممنوع عنها جميل. عن هؤلاء الذهاب إلى المسجد. بارك الله فيك. والله ذكرتني في مجلس كنا مع مجموعة من الأئمة نتحدثوا مع أعضاء البلدية، فإذا به واحد زميلنا من الأئمة قال أنا والله ما نقدرش نعسهم، انا شكون مريض وين راح نفيق له، لا عنده مرض ولا مخبي، يعني بالابتسامة. يعني احنا واش قلنا؟ قلنا مليح الانسان ينبه، يا خوتي العزيز الله يفتح عليكم، راك صليتم اليوم صلاه الظهر، اللي عنده مرض ما يجيش، انت اكثر عرضه للخطر، انت اكثر عرضه لربما فقد روحك، يعني ربما انت تكون ناقل للعدوى وانت لا تدري، انت في مرحله ضعف. نحاولوا كيفاش نوجههم ونصحهم، لكن كي تعرف واحد وحنا نعرفه خاصه اصحاب الصف الاول واللي كبار في السن، كي تعرف بلي عنده مرض، يا عمي الحاجه علاش جيت يا اخي، انا نصلي في بلاصتك، قولها له هاك. انا نعرف شيوخنا لما تعرف كيفاش تقصر معهم وتضحك معهم يسمع لك، لكن لو كنت تقول له امشي انت ما تجيش انت ما تدخلش راح تصرى فوضى ويمكن يكون فيه صراع، فعوض ما نعبد ربي وحنا مرتاحين يولي فيه صراعات. فأرجوكم تجنبوا كل هذه الأمور، ودائما بالمعاملة الطيبة وبالبسمة وبالدعاء الطيب نصل للخير إن شاء الله. أستاذ كمال تواتي هو أستاذ رئيس وإمام، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات والنصائح التي تقدمت بها بمناسبة إعادة الفتح التدريجي للمساجد انطلاقا من يوم غد. مشاهدينا الكرام، الجزائر اليوم متواصلة، لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، الفقرة الاقتصادية، وتلتحق بنا الزميلة رادية تشاتشي. رادية مساوكي سعيد. مساء الخير وسيلة، مساء الخير مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم إلى أخبار الاقتصاد. بداية، وضعت المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية خطة لإدماج مجموعة من المنتجات بنسبة 70%، وحسب الرئيس المدير العام للمؤسسة العملية تعتلي مكانة هامة في خطة إعادة تأهيل المؤسسة، مبرزا أن هذه الخطة تندرج في إطار سياسة الحكومة. وأوضح رئيس المدير العام للشركة أن مجموعة منتجات تبريد ستكون المعنية الأولى بهذا المشروع، حيث سيتمحور الإدماج على 10 منتجات كمرحلة أولى. تم أمس توقيع معاهدات إدماج واتفاقيات بين سونالغاز وفروعها إذن، وفي إطار إعادة تركيز مواردها ووسائلها حول مهنها القاعدية من أجل تحكم أمثل، حيث سيتم تعزيزها من خلال إنشاء مديريات جديدة. وأكد الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز أن عمليات الإدماج هذه والتكتل ستتبع بعمليات أخرى مماثلة.
إلى قطاع الفلاحة هذه المرة، حيث سهل النظام الرقمي الجديد الذي اعتمده الديوان الجزائري المهني للحبوب سهل من عمل تعاونيات الحبوب وسرع عملية إيداع وإحصاء المخزون الوطني. في المتابعة عبد العزيز عليم. 4000 عملية أحصتها تعاونية الحبوب بولاية البويرة في متابعة حركة منتوج الحبوب بأنواعها على مستوى مخازنها وتبادلاتها مع تعاونية أخرى وبعض المطاحن بفضل النظام المعلوماتي الذي سرع وسهل عمليات الإحصاء. جمعنا محصول يقدر بحوالي 755 ألف قنطار والعملية متواصلة إلى غاية 30 سبتمبر 2020. أحصينا إلى غاية اليوم 5/8/2020 حوالي 4000 عملية بواسطة النظام الجديد الإعلامي الجديد. بالنسبة للفلاح بما أنه عنصر مهم في هذا المجال، تم إحداث بطاقية وطنية تحمل رقم وطني لكل فلاح يتم من خلاله تعامل معه على مستوى كل تعاونيات، يعني أينما يذهب الفلاح يكون له رقم وطني معروف به. عبر كل التعاونيات والمخازن بولاية الوطن العملية نفسها تدرج كل المعلومات وبدقة ما تعلق منها بكميات الحبوب المودعة أو المحولة، وكذا المركبة واسم الفلاح والتوقيت لتتضح في منصة المعلومات على المستوى المركزي. النظام الجديد ينظم العلاقات بين التعاونية والفلاح، بين التعاونية والمطاحن، وبين التعاونية والتعاونيات الأخرى على المستوى الوطني. هذه العملية تسهل توازنات وتسهل الريغولاسيون تاع ليستو، الريغولاسيون ديستو، ضبط المخازن بين التعاونيات على المستوى المحلي وعلى المستوى ريجيونال، على المستوى الجهوي، على المستوى الوطني. رقمنة التسهيل والإحصاء بتعاونية الحبوب سهل على العاملين والمتعاملين إيداع واقتناء الحبوب من خلال أرضية رقمية آنية ودقيقة وشفافة تكون بداية لقاعدة معطيات وطنية. العينة إذن كانت من ولاية البويرة، وهذه المرة ننتقل إلى ولاية تبسة ومشروع استثماري ناجح، حيث تمكنت خريجة في تخصص العلوم السياسية من إنشاء مؤسسة مصغرة لمواد التجميل، وذلك استنادا إلى الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر. المتابعة لزكريا تهامي. هوام ضحى شابة اقتحمت عالم الشغل من بوابة إنشاء مؤسستها المصغرة. لم تكتفي بشهادتها الجامعية بل توجهت لصناعة مواد التجميل والصابون الطبيعي بتبسة. خرجت هذا المشروع الصغير من البيت، انقلت إلى محل صغير، اتصلت بوكالة لونجام تبسة، دعموني بقرض إسباس لأنه احنا العمل تاعنا يعتمد على الخدمة اليدوية، ما احتجناش ماشينات. الحاجة اللي حطيتها نصب عيني كبداية أنه الفشل أو المستحيل ليس جزائريا. وباستفادتها من دعم وكالة تسيير القروض المصغرة لولاية تبسة، ابنة مدينة الونزا مثال لكل شاب أراد الولوج لعالم الشغل وإنشاء مؤسسته الخاصة. حاسة روحي بلي راني مليحة، وبلي حاسة روحي بلي أنا درت حاجة أنا حبتها، ويعني نتمنى من كل إنسان يعني تاع أنه كشغل تخرج وما لقاش أي عمل يقدر يدير أي حاجة أخرى يقدر يكتسب منها ما يعني خبرة ومهنة ويعني حتى مدخول. يعني من أهداف الوكالة التي أنشئت من أجلها هي محاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية، وهي الأهداف اللي تصب لها الدولة بصفة عامة وزارة التضامن ممثلة في وكالة القرض المصغر بصفة خاصة لمحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية وإنشاء مؤسسات مصغرة للشباب. وكالة تسيير القرض المصغر وبدعمها لأفكار الشباب الطموح تسهم في دفع الاقتصاد الوطني كون المؤسسات المصغرة محركا لعجلة التنمية. مشاريع إذن تستحق التثمين، وهذه المرة ننتقل بكم إلى أخبارنا الاقتصادية الدولية، حيث أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن أكثر من 7 ملايين وظيفة يدعمها قطاع الطيران بما في ذلك السياحة في أوروبا معرضة للخطر مقارنة بتقديرات جوان الفارط والتي بلغت 6 ملايين. ومع عدم تعافي السفر الجوي كما كان مأمونا له، ازداد التأثير السلبي على التوظيف وسفر الركاب والنتيج المحلي الإجمالي، فمن المتوقع أن تنخفض أعداد الركاب بنسبة 60% العام 2020 أي العام الجاري، ومن غير المتوقع أن تصل مستويات الطلب إلى مستويات العام 2019 قبل حلول العام 2024.
وإلى الأسواق أسواق النفط العالمية، حيث انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود لأجل اليوم في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية، وتراجع سعر برميل برنت بمقدار 46 سنتا ليصل إلى 44 دولارا فاصل 58 للبرميل، كما نزل سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الأجلة بنسبة 1.06% ليصل إلى 41 دولارا فاصل 89 للبرميل الواحد. وهذه المرة إلى أسعار المعدن النفيس، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم، حيث أجبرت عوائد سندات الخزنة الأمريكية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجددا، وقد نزل سعر الذهب في المعاملات الفورية بصفر فاصل واحد إلى 1950 دولارا فاصل 94 للأوقية. ونختم مشاهدينا كالعادة على إطلالة في صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، نتابع. ختام أخبار الاقتصاد، شكرا المشاهدين على حسن المتابعة، الموعد بكم يتجدد كالعادة غدا بحول الله، أعود إليك وسيلة وما تبقى من فقرات الجزائر اليوم. وأنا أشكرك راضية على هذه الجولة الاقتصادية، شكرا لك. مشاهدينا الكرام بالرياضة نأتي إلى ختام فقرات الجزائر اليوم، لكن فقرات الإخبارية الثالثة متواصلة، ألقاكم بخير، إلى اللقاء.